السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي أصدقاء قناتكم قناة تيراميكس. النهاردة جبت لكم بما إن البيتكوين ركب سرعة الصاروخ وما شاء الله عدى 10 آلاف زي ما انتم شايفين. تمام، ده موقع يا جماعة بريف، ده بيجيب لي السعر الحالي المظبوط بتاع البيتكوين. ممكن أغير منه عادي أي عملة تانية، لايت كوين أو دوج كوين، بيجيب السعر الحالي حاليا دلوقتي. وصل واحنا في اللحظة دي 10,340، 10,000 دولار وتلتمية وأربعين، 10,340 دولار. تمام، ده طبعا يعني بقاله فترة كبيرة جدا أصلا ما عداش وما كسرش العشرة، بقاله زمن يعني سنة ونص تقريبا. تمام، بما إنه وصل لكده جبت لكم موقعين لتجميع الساتوشي، الموقعين دول ساحب منهم أكتر من مرة، قلت افككم. تمام، واوريكم اثبات السحب، هوريكم طبعا في البدايه خالص اثبات السحب ده كده. الاتنين دولار و12 سنت دولت، دول بما يعادل 200,000، 20,000 ساتوشي. تمام، وده من موقع اللي هو ADBTC اللي هو ادفرتايزر بي تي سي، موقع اعلانات هشرحه لكم دلوقتي. والتاني ده اللي هو 10,000 ساتوشي، ده بما يعادل 1 دولار، ده برضو من موقع تاني اللي هو الكوين بايو. تمام، موقعين سحبت منهم اكتر من مرة يعني، والسحب سريع يعني في ظرف اسبوع يكون مخلص وساحب يعني. تمام، وطبعا دول بيزيدوا يعني، الساتوشي ده انت كده بما يعادل الان يعني كل قيمة البيتكوين ما تزيد، الرقم ده بيزيد، السعر بيزيد. تمام، دي طبعا دي بلوك تشين. تمام، كل ما القيمة دي تزيد، كل ما البيتكوين يزيد القيمة دي تزيد. تمام، دي طبعا الكونفرميشن. طيب نشتغل ازاي في الموقعين؟ هسيبكم طبعا رابط الموقعين اسفل الفيديو. نشوف الاول الموقع الاول، بالتسجيل سهل جدا، بتكتب هنا اليوزر نيم والايميل والباسورد، وبتاكد الباسورد وتكتب اجري وريجستر وتحل الكباتشا، وكل عام وانتم بخير. تمام، انا طبعا عشان مسجل هدخل لوجين. تمام، هذا الموقع قدامكم اهو. تمام، ده الداشبورد بتاعتك، البالانس 6,000 ساتوشي. تمام، ده البرشايز بالانس، ده كده ايه اللي هو يعني عشان تزود الروابط، ودي الحالات بتاعتك. تمام، هنشتغل منين؟ هشتغل من حاجه اسمها فيو اد فيز ادز، فيو ادز تضغط عليها في شقين. تمام، او قسمين، السيرف ادز وده اهمهم، اضغط عليه. تمام، هجيب لك هنا روابط، روابط انا مخلص دول طبعا. يجيب لك هنا مثلا انت بيقول لك انت خلصت 24 على 36، هنشوف كده مثلا نكمل معاكم ونجيب واحد كده، ده مثلا اللون المختلف ده اضغط عليه. تمام، خش معاك حاجة بسيطة خلاص. طبعا ده كده بفتح لك الموقع كفيزيتنج يعني للموقع، سيبه شغال خالص ويخليك مركز للموقع الأساسي بتاعنا والعداد اللي بيعد ده. أول ما يخلص التايم بتاعه خلاص كده انت ايه خلصت المهمة بتاعتك، وتحل كباتشا أو ما تحلش على حسب ما يجي أو ما يجيش. تمام، خش على صفحة 2 واقفل ده كده. تمام، خش على صفحة 2 مقفلها أنا، شوف مثلا 3 برضو مقفلة، هو في واحد أهو مثلا. تقعد بقى تخلص ايه 36، كل يوم بيجيب لك ايه 36 موقع تكون ايه عملهم فيزيتنج يعني. تمام، وأنا أخلص معاكم ده واشوف الشق التاني عشان ما نطولش في الفيديو. تمام كده خلاص. تمام، بتخلص 36 او ال 40 او على حسب ما بيجيب لك. بعد ما تخلص دول 36 على 36 بتروح الشق التاني اللي هو ده. تمام، بيجيب لك مثلا 3 5 كده، ما بيجيبش كتير يعني. هتخش كده، ده نظامه ايه، هتضغط على الكباتشا وتضغط على اوبن، برضو بيفتح ثانية واحدة. شوف اللي بعدك ده في ايه، مش كده؟ تمام، ندخل تاني يعني.
في مشكلة، آسف، افتحه من جديد معلش. فايرفوكس بقى وحلاوته. تمام، خش الشق التاني كده واضغط هنا في حاجة غلط. فايرفوكس بريفنت السايت اوبننج. طيب ماشي، نشوف الأخير ده. في مشكلة مع الموقع ده في فايرفوكس. طيب خليك معايا، لو كويس إن في مشكلة حصل زي كده، فكك من فايرفوكس، هتيجي رايح على أي متصفح تاني ومكمل. تمام، هنغلب يعني كروم مثلا. تمام، كويس إن في مشكلة زي كده حصلت مثلا، أنا أول مرة تحصل لي أصلا. تمام، هي مش مشكلة ولا حاجة، بس أنت فايرفوكس مع الأنتي فيروس بيبقى فيه كده إيه، كعبالة يعني. هنشوف كده إيه على الكروم. شباب تمام، هنخش على الشق التاني زي ما قلنا. تمام، هذا أول موقع. نحل هنا الكباتشة، نضغط أوبن، افتح لك الموقع كده. بيبقى فيه برضو ايه تايمينج كده، بتسيبه لما يخلص تاني فاتح الموقع، حاجة بسيطة 20 ثانية. تمام، عشرين ثانية وبتخلص. تمام، هما مبيبقوش كتير يعني. تمام، خلصوا بس كده. هقولك انت خدت 8 ساتوشي، خلاص كده الموقع ده كده بهت، وتشوف اللي بعده. تمام، هيفتح لك تاني 10 سكند دي كده انا خلص. خلص كده تمام، وعشان ما نطولش ماشي كمل انت بقى. طيب بعد كده، بعد كده في عندك بالنسبة للبروفايل، عشان أحط فيه ال رقم المحفظة اللي أنا هسحب عليها ده. طبعا لو بقول لك هنا لو عايز تغير الباسورد، هنا لو عايز تحط البيتكوين أدرس. تمام، هتضغط هنا وتسجل وتحط البيتكوين أدرس اللي هتسحب عليها. تمام، هنا الحد الأدنى للسحب بالنسبة للموقع ده هو 10,000، 10,000 ساتوشي مينيمم ودرو. لو أنا ضغطت كده أقول لك إيه، 10,000 ساتوشي مينيمم ودرو، 10,000 إيه الساتوشي. بص كده، كل ده يا شباب إثباتات سحب من الموقع. تمام، سحبت كام مرة؟ سحبت 4 مرات، دي كلها يعني وصلتني 4 مرات سحب من الموقع في خلال تقريبا في التاريخ يعني. ما كنتش بشتغل عليه كتير يعني. انت عندك مثلا بص كده، ده كده لما اشتغلت، لما حاولت ان اركز فيه شهر تقريبا يعني، شهر كل شهر بيديلك 1000 اهو. انا اشتغلت يعني ايه كده ايه شهر، والشهر اللي بعديه كان 1000 برضه، وهوت كمان يعني شهر تاني اهوت هخلص الألف، العشرة آسف، 10,000 ساتوشي. تمام، وطبعا ما دام الساتوشي اعرف ان انت كده ايه
معاك يعني بتجمع ساتوشي، فاعرف ان انت معاك كنز مدفون، لان البيتكوين حتما هيرتفع اضعاف اضعاف بعد كده يعني. فاحنا في مرحلة التجميع الساتوشي ده مهمة جدا يعني. طيب نيجي بقى للموقع التاني، تمام، وده اظرف كمان، اسمه ADBTC ساين اب. سيبك طبعا رابط التسجيل، تكتب هنا الايميل، وهنا البيتكوين ادرس، وهنا الباسورد، وتحل الكباتشا وتعمل ساين اب، تمام، وكده يبقى انت سجلت. هدخل انا على حسابي، تمام، وعشان اوريكم ازاي نشتغل وازاي ومنين نسحب. انتوا شايفين دي منصة الموقع، تمام، هنا ال withdraw لو انا هسحب، تمام، كان طبعا في الاول الفاصلة هوب وخلاص، وقفت يعني، وقف الموقع ده، وقف عينه، كان بقاله فترة يعني شغال. احنا بنسحب على ال BTC على البلوكتشين يعني، تمام. طبعا سحبت منه كتير جدا الموقع ده، بص كام مرة، عشان كنت بسحب على الفوسيت ما كانش بيغيب، كان 4000 وقلب، تمام، لغايه طبعا ما ايه، ما بعد كده ايه، وقف الشغل على الفوسيت هوب. بدات ايه، اول كانت اول حاجه هي البلوك تشين 20000، تمام، كانت يوم 28/1، ووريت لكم طبعا اثبات السحب اللي هو كان ب2 وحاجه ده، تمام، 20 28/1 28/1، تمام. وصل في خلال 3 أيام أو يومين و تمام، يوم 31/1، حلو، تمام. هنا طبعا أنت بتحط رقم المحفظة بتاعتك، تمام، اللي هتسحب عليها، والشغل بقى عن طريق الخانة دي اللي هي السيرف أدز، تمام. هنا في كاباتشا، يا إما بالصورة العادية أو الأفضل ماثماتيكال، ماشي، وبتحل الكباتشا بعد 0.3 اللي هم كام؟ 10 كده، تمام. بيقول لك 9 سايتس افيلابل دلوقتي، هيدوا لك 79 ساتوشي. اقول لك هنا اول واحد هيدي لك 19 و 10 ساتوشي اوبن، تمام، اوعى تقفله، خليه مفتوح الموقع لغايه التايم ده ما ينتهي، لغايه التايم ده كده، ده ما ينتهي التايم ده، تمام. تمام يا شباب، طبعا زي ما انتم شايفين يعني البيتكوين يعني بقاله اسبوع اهوت معدل 10، تمام، ومتوقع يعني ان هو يعني يحافظ على النسبة دي او الرقم ده لفترة، ولو كسر ممكن يكسر يعني توقعي ان هو يوصل لتسعة وست يعني 69 او 9.5، تمام، 9600 يعني 9600 أو 9.5، ويبدأ تاني يطلع للعشرة، هيطلع رايح جاي للعشرة. طبعا ده بسبب يعني المايننج بتاع البيتكوين أساسه وأساس شغله في الصين، فالصين طبعا يعني في وعكة زي ما بيقولوا، فعشان كده المايننج بدأ يقل، أو نسبة المايننج بدأت تقل، فبالتالي العملة بقت عزيزة شوية فسعرها هيغلى طبعا، تمام. وصلنا كده خلاص، الموقع خلص المهمة بتاعته، ونخش على الموقع التاني وهكذا يا شباب، عشان خاطر بس وقت الفيديو، تمام. هسيب لكم رابط الموقعين أسفل الفيديو، من أشهر المواقع يا جماعة، استغلوها وشغلها سهل جدا، ماخدش وقت معاك يعني، تمام. زي ما أنت شايف ده معايا 1793، بص كده هيزيدوا زيادة هما، تمام. قلنا السحب من هنا لما يوصل للـ20، بص كده انا عايز اسحب 2 بي تي سي ادرس، هيقول لي لازم توصل للايه، ده زودها كمان كانت 20000، بس بيزودوها على فكره. اللي ساحب لحد الادنى من 25000 ساتوشي، 25000 ساتوشي. طيب نشوف 25000 ساتوشي دول عاملين كام، يعني هم تقريبا
تقريبا بوينت وين شوف كام ثانية واحدة هشوفه لكم حالا دلوقتي كام تقريبا 3 أصفار 25 شوفوا لكم سعرهم بيساوي كام مثلا انا هيبقى مثلا حوالي 3 يعني بالسعر ده ثانية واحدة ده كده كام كده 3 أصفار تمام يبقى 3 أصفار 2 5 3 أصفار بص كده هيساوي كام مثلا بص كده 3 أصفار 2 5 هيساوي 2.5 تقريبا يعني حاليا ممكن قبل ما نسحب تكون مثلا بقوا 3 أو 4 دولار تمام طبعا شغل بسيط جدا ماخدش معاك مجهود ولا وقت ولا اي حاجه تمام تجمع من الموقع ده وتجمع من الموقع التاني ممكن الاتنين يسحبوا في نفس اليوم تمام يبقى 3 والتاني 1.5 مثلا يبقى 4.5 في شغل مثلا اسبوعين 3 بالكتير يعني تمام وانت وشطارتك يعني تمام انا زي ما انت شايف اهوت يعني تمام بس هسيب لكم طبعا الموقعين اسفل الفيديو طبعا لو عجبك الفيديو لايك وشير لكل الناس عشان كل الناس تستفيد ولو اول مره تشوفني يا ريت تعمل اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس عشان الايام اللي جايه هنهتم قوي 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 بالكريبتو كارنسيز والاير دروبات مهمه يا جماعه في ناس بتعمل فلوس كويسه جدا جدا من الاير دروبات يعني ممكن تعمل تدخل في اير دروب مشروع مهم بدون ما تدفع اي حاجه وفي لحظه الاير دروب ده يطلع ويبقى له يعني ساعة ويبقى معاك ثروه من الاير دروبات فقط يعني طبعا غير مجالات الربح التانية في الافيليتس زي ما قلنا شوف الفيديو بتاعي اللي هسيبه لك في اخر الفيديو تمام الافيليتس اللي هو تسويب العمولة ودروب شيبنج والبلوجرز والحاجات والادسنس كل الحاجات دي تابعني كويس جدا على القناة وهتستفيد صدقني واشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.